بيحن هنا 60 دقيقة، متبقي منهم دقيقتين. ده الليكج كارنت، أقصى قيمة بيوصلها بعد 25 اهوت، ما بين 25 و50 حوالي 34. والتيار الجهد اهوت بيوصل لحوالي 50 كيلو، 52 كيلو. أنا حاين على كابل 33، المفروض 57 كيلو. وهنا ده في مؤشر هنا للفريكوانسي، هو مظبوط دلوقتي على 0.1، تمام. في 0.5 0.2، احنا بنختبر على 0.1، تمام. وده لازم يكون متوصل بجراوند كويس. دي البكره بتبقى على الزيرو الهاي فولتج، احنا رفعنا لغايه وصل لغايه 57 كيلو اللي هم دول. ترفع المؤشر ده بيرفع، ترفع من البكره دي المؤشر ده بيرفع. وده كابل كنترول جاي من الوحده الرئيسيه بتاعت الهاي فولتج اللي هي الناحيه الثانيه. هو ده الكابل ده، مش الابيض، الكابل الاسود، تمام. والكابل الابيض ده الهاي فولتج خارج زي ما هو مربوط كده، خارج رايح كنترولر، خارج رايح للكابل. الكابل اهوت ودلوقتي حاقن فعلا 57 كيلو على الكابل اللي هي الباك الحمراء دي. هو طرف واحد بس، هو الكابل الابيض ده ماشي كده رايح للجهاز، تمام. هو الفرده الحمراء دي والفستين التانيين عاملين عليهم جراوند طبقا للتست بروسيجر، عاملين عليهم جراوند. والجهاز زي ما احنا شايفينه كده، ده الهاي فولتج حاقن 57، هو ده اللي حاقن الترانسفورمر اللي حاقن في، بس الكابل الجري الصغير ده مربوط زي ما انت شايف كده بالكنترول من الناحيه دي، لازم ده يتربط عشان يشتغل والا مش هيشتغل. ده كده معناه الاختبار خلص، يعني الساعه اللي كنا حاقنينها خلصت. ميك نو ريديوس، ها؟ لا ريديوس، ها؟ هنقلل بعد ما خلص الاختبار، نقلل الجراد ولا كده؟ حسب الليكج كده. الليكج 35. ايوه ايوه. بتقعد دول بيقلبوا طول اثناء الاختبار. خلاص كده بنعمل اوف. في البداية احنا عملنا اون من هنا، بس ديسشارج. بعدين بعد كده يبتدي الفني يفرغ الايه، الشحنة اللي موجودة على الكابل. خلاص يا بابا، مرة ممكن تعمل سبارك، مرة لا. أهم حاجة في الموضوع كابل الكنترول ده، لازم يكون متوصل كده عشان الجهاز يشتغل وإلا مش هيشتغل. هو طبعا ده كابل كنترول بيشغل المروحة ديت، لكن هو في نفس الوقت ما بيشتغلش إلا لما يكون متوصل. هو بس الهاي فولتج ده، هو دي الكنترول، بيجي له أمر الكنترول اللي هو متوصل مع الجهاز ده هنا اللي هو ده، الجهاز ده إن هو يبتدي. والوحدة دي هي اللي بتخرج الهاي فولتج، وهو ده الكابل الهاي فولتج متوصل، هو ده الطرف بتاعه على الكابل بس. طبعا لازم تكون لابس جلافز زي ده كده. هنا لازم الجراوند ده يكون راكب كويس. تبتدي الباور من هنا، تشغل من هنا، ينور معاك احمر، بترست التايمر من هنا، يبتدي 60 دقيقة. لو ضغطت عليها يبتدي التايمر بعد ما تعمل اون من هنا، اون اوف. الباور اون ده موضوع لوحده، وبعد كده يبقى عندك اون واوف. اون تمام، يبتدي تضغط على التايمر ستارت، ترفع البكره من هنا، وده يرجع يعمل لك موجه 0.1، شايف 0.1. لو هو 60 هرتز هيعمل لك تك 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 تك، لكن لو هو 0.1 اللي هي ده، شايف 0.5 0.2، شوف هيبقى اسرع. او اقل، المهم فاهم. بس كده خلاص، ده البكره دي بتعلي الهاي فولتج ده كده. تزود زود المؤشر اللي هنا يرفع معاك لغايه القيمه اللي انت عايزها، وتقرا الاختبار من هنا. الليكج كارنت اسمه الليكج كارنت، بيك اب بملي امبير. خلاص طيب، فوق في مايكرو فراد، وتي تحت ملي امبير. اللي فوق لو اختبر كاباستور هختار من هنا، شايف ده ملي امبير او كاباستور اللي هو مايكرو فراد. انا دايما بختار ملي امبير لان انا بختبر ليكج كارنت اسمه ليكج كارنت، تيار الايه التسريب.
بيبقى على التدريج اللي تحت. التدريج اللي فوق ده بتاع الميكروفارات، لو انا مختار اللي مؤشر يبقى هنا، ما بختاروش خالص غير على الميلي امبير بس، الميكروفارات ده ما بستخدموش خالص. يبقى انا على التدريج اللي تحت دايما 25 ملي امبير، 50 ملي امبير، 75، 100 ملي امبير. طول ما هو تحت القيم دي يبقى هو في السليم. طول ما هو تحت الخمسين بالذات بيبقى اكتر، لو كسر العداد وكمل على 100 يبقى كده غلط. تمام يا باشا؟ بس خلاص بقيت الحاجات دي ما بستخدمش فيها حاجة، ولا دول ولا دول، ولا نقرب ناحيتهم ولا بنشتغل فيهم ولا نعرف ايه هم. بس هو باور اون، تأكد ان ده على الملي امبير. انت هتقرا من تحت، ده الهاي فولتج بتاعك، ده الباور اون وده اوف. تعمل اون وتبتدي ترفع البكره ويبقى متاكد ان ده بوينت 1 والجراوند ده متوصل. ماشي يا عم هيما؟ سلام.